الحقيقة أنا كنت محظوظة جدا بأب كان أب متفتح جدا للطبيعة وكان محب جدا للطبيعة. كان بياخدنا كل يوم جمعة في حتة مختلفة، يوم ياخدنا نشوف القناطر الخيرية ويشرح لنا الأشجار اللي موجودة فيها، يوم ياخدنا أبسط حاجة في الطريق الزراعي لما كان كله زراعة ويقعد يقول لنا في كام لون أخضر أنتوا شايفين، وكان بيدي جايزة للأكتر واحد يعرف عدد الألوان الخضراء اللي موجودة. فكان عندنا تمرين لحب الطبيعة من وإحنا صغيرين. كنا بنزرع مع والدي، كنت بقعد معاه أزرع معاه في الجنينة، كان بيعلمنا حب الطبيعة مش بس بالشجر لا، حب الطبيعة بالصحراء بالجبال بالماونتنز بالجبال والهضاب بتاعتها. كان بيعلمنا حب الطبيعة في البحار والأنهار. فهو الأهالي ياريت يهتموا جدا بتنمية حب الطبيعة عند أبنائهم، وبالتالي هيحافظوا على الطبيعة. اللي إحنا النهاردة ما بقتش عندنا حفاظ على الطبيعة ولا عندنا إن إحنا نحب الطبيعة، دي ما بقتش رفاهية ولا طرف، ده بقت ضرورة حياة. جولة الأشجار دي ده نوع من التوعية جمعية محب الأشجار بتعملها بقالها سنين، دي الجولة 38، لأنه زي ما حضرتك شفت بينبه وبيوقظ الوعي عند الناس بحب الطبيعة وحب الأشجار. لأن أنا لما بكون ماشية جنب شجرة مش عارفة اسمها مش هيبقى في بيني وبينها علاقة، لكن مجرد أني عرفت اسمها تتوجد نوع من العلاقة والمعرفة والوعي بين الاتنين، وبالتالي كل ما شوية بقى أنت عرفت اسمها عايز تعرف دي جاية من فين، دي بتتزرع فين، دي ألاقيها فين، دي يا ترى تتزرع في شارع ولا في جنينة. أكتر حاجة بنحاول نعملها إن هي توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأشجار، لأن النهاردة العالم كله بيتكلم على التغير المناخي والارتفاع في درجات الحرارة والتصحر والتلوث. كل الحاجات دي أساسها فعل بسيط جدا إن أنت تزرع شجرة. النهاردة إحنا بنقول إن ربنا مدينا نعمة وعطية كبيرة جدا وهبة اللي هي الأشجار، فلا أقل من إن إحنا نكسر من زراعة الأشجار، ويفضل إنها تكون أشجار حجمها كويس. ما نجيش نزرع شجرة وبعدين نروح تاني يوم مقصقصين فيها ومقلمينها وعاملينها زي كورة أو عاملينها زي المثلث، ما استفدناش منها حاجة. إحنا عايزين الشجرة المورقة الباسقة المظللة الكبيرة الحلوة، هي دي اللي هتدينا الظل وهتدينا الأكسجين وهتاخد ثاني أكسيد الكربون، وحاجة تانية هتكون كمان مأوى للطيور وتساعد الإنسان على إن إحنا كلنا نعيش مع بعض في بيئة أكثر أماناً وأكثر راحة وأكثر سعادة وأكثر صحة. إحنا عايزين صحة، إحنا النهاردة محتاجين صحة الإنسان. الحقيقة الصعوبات اللي بتواجهني، إحنا على مدار سنين كنا زمان بنحاول نقول للناس ما تقطعوش الشجر، وفي قوانين قانون العقوبات المصري بيمنع، المادة 367 من قانون العقوبات بتمنع قطع الأشجار أو إتلافها، ده بالقانون العقوبات بتمنعها بإيه؟ بالحبس والغرامة، مش بحبس بس أو بغرامة بس، بتدي الاتنين، أنت متخيل حضرتك؟ وإحنا النهاردة بنقول إن في مبادرة 100 مليون شجرة، وأنا أحب إن أنا أقول لمصر والعالم عالم أكثر أماناً أكثر سلاماً أكثر صحة. إحنا محتاجين لجودة حياة أفضل لينا ولأولادنا ولأحفادنا.